زيكم، ايه الاخبار؟ انا ان شاء الله نازل اسكندريه، لكن في حاجه افتكرتها. اعتقد انا لو نزلت بعد كده قلت حابة اسجل فيديو، اعتقد اكيد هنسى. والله اللي انا يعني اكتر حاجه يعني فاكرها عجبتني، في حاجات كتير طبعا لسه انا بنزل كل سفريه بقعد اكتب كده بعض الحاجات اللي اتعلمتها، لكن اكتر حاجه شايفها مفيده لاي حد عايز يعمل شغل او بيزنس حتى في نفس المجال بتاعك او غير المجال بتاعك. يعني انا شفت مثلا مكاتب واماكن وناس اصحاب بيزنس الموضوع مختلف خالص، يعني في فعلا زي الواحد متوقع اللي هو كل شويه في جديد وكل شويه في رؤيه جديده وفي نظام مختلف غير مما يعني اكتر مما تتخيل بطريقه غريبه، يعني حاجات مش موجوده في الكتب من الاخر. يعني الانظمه والحسابات والنظام وهم صح، يعني كل حاجه انا شفتها صح بجد. يعني ايه، مفيش مشكله لو انت بتعمل مشروع او بتعمل بيزنس انك انت تاخد يعني لفه كده في الناس اللي هي قريبه من تخصصك، تشوف هم عاملين ايه، وصلوا ايه، ويفضل انك تشوف لو تقدر انك انت تبحث حتى تعمل سيرش عن دوله او يعني اذا مكان زي دبي تقدر تسافر سافر الدوله، بما انك انت عايز تعمل مشروع ومهتم يا ريت يعني ممكن نقول يعني ايه ابدا من حيث انتهى الاخرين. فلو انت عندك هدف ويعني ونيه انك تعمل بيزنس يا ريت تشوف هم وصلوا لايه. يعني انا بالنسبه لي شفت دبي طبعا ممتازه، اكيد في دول تانية، لكن الفكره نفسها اللي انا ما كنتش متخيل كده. يعني ممكن اقول لكم التفاصيل بعد كده، بس فكره البيزنس باللي احنا عارفينه باداره المكاتب بالتعاملات البيزنس اللي احنا عارفينها اللي احنا بندرسها وكلنا عارفينها دي حاجه معروفه، لكن في حاجات تانية مش معروفه مش موجوده في الكتب، او ممكن نقول كل شويه في جديد في مجال البيزنس تحديدا. يعني يعني ان شاء الله احاول اكتب كده الحاجات اللي بكتبها لنفسي، ممكن بكلمكم عنها يعني ايه بشكل مفصل شويه وتكون مفيده ان شاء الله بالنسبه لكم. ان شاء الله اركب الطياره بقى واوصل على خير ونتقابل في اسكندريه بقى، اي حد يقابلني ان شاء الله اكون متاح، يعني سيبوني يوم كده ان شاء الله واكون متاح معاكم ان شاء الله.